شكري الشويخ مدير معرض الأثاث بالساحل ومدير شركة الزيتونة للمعارض. احنا توا معناها نعيش على وقع تنظيم الدورة الخامسة لمعرض الأثاث بالساحل. المعرض هذا اللي عنده موعد سنوي يتلقاو فيه نخبة من أكبر وأهم صناعي الأثاث في تونس من كل الجهات، جاءوا باش يقدموا معناها إبداعاتهم وتصاميمهم كالعادة بتخصيص تخفيضات مهمة على المعروضات الكل توصل إلى 30%. المعرض يعني خذا تموقع مهم في السوق التونسية وأصبحوا معناها العائلات والمهنيين وأصحاب النزول ينتظروه كل عام باش يجيوا يزوروه، لأنه معناها مرجع من المراجع الثابتة في قطاع الأثاث اللي يلقاو فيه تصاميم جديدة، يلقاو فيه يعني إبداعات جديدة لتوندونس متاع السنة المقبلة، والأهم من ذلك أنهم يلقاو فرصة باش يتواصلوا مع المنتجين مباشرة بدون وسيط، وهذا معناها عنده قيمة كبيرة في مزيد الارتقاء بصناعة الأثاث في تونس ومزيد دعم هذا يعني القطاع اللي أهميته ما تخفى حتى على حد من حيث يعني قدرته التشغيلية العالية ومن حيث مساهمته في خلق الثروة الوطنية. المعرض هذا حاولنا باش يعني ننظمه معاه أو نواكبه بورشات عمل. شاركنا معنا مهندسي الفضاء الداخلي اللي تشرف عليه بالنسبة للدورة هذه والدورة اللي فاتت غرفة المهندسين الداخلين بالمونستير، وفي إطار يعني تقريب وإحاطة الزائرين بما يمكن يعني تقديمه من نصائح في مجال التصميم والاميناجمون دانتيريور، ويعاونوهم باش يختاروا معناها الأثاث اللي يتماشى مع أذواقهم ويتماشى مع ديارهم، خاصة وأن المعرض كما تشوفوا معناها بارك الله تري ريش فاريتي معناها كبيرة برشا، ينجم الإنسان يولي كل ستوند يقف عليه يقول مش ناخذ منه، معناها الحقيقة نسبة الأغراء عالية برشا. الدعوة مفتوحة ل كل من يحضر روحه ويحضر في روحه باش يتزوج باش يأسس داره ولي يعاود أثاثه ولي يحب يحسن جودة الحياة متاعه باش يزور معرض الأثاث بالساحل في دورته الخامسة باش يستمتع بما فيه من معروضات وباش يقابل معناها نخبة من خيرة المصنعين للأثاث في تونس ويستمتع بالتخفيضات الكبيرة اللي توصل لـ 30%.